السلام عليكم متتبعي قناة منوعة مغربي في اسطنبول، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة منوعة مغربي في اسطنبول. قبل ما نبداو في حلقة اليوم اللي هي باربادوس أو جزيرة الباربادوس، غادي نهضر غادي نعقب على واحد السيد يلاه علق لي دابا في واحد الفيديو اللي حطيته دابا. قال لك سير بحالك، واش انت ما عمرك ضربتي حتى الكرياج؟ ما عمرك شفتي حتى الكرياج كيداير وجاي باش تفرع لنا راسنا بالفيديوهات؟ خويا انا ما كنفرع لكش راسك، والفيديوهات ماشي ليك انت، للناس اللي كيتيقوا فيا وكيعرفوني اولا، واللي متبعي القناه اكثر من سنه هذه، والناس اللي كيعلقوا لي والناس اللي كيعرفوني شنو كنسوى بالضبط. وقناتي متنوعه، كنهضر فيها على جميع الاشياء اللي كتعلق بتركيا. وإلا كنتي كتقول لي انا راني في ارض الواقع، الا انت هدرت هذا التعليق سينو انت راك كاين في جزيره الواقع ولا ما نعرف. انا راني في ارض الواقع، كنتلاقى مع ناس اللي كيمشي وكيجي، وكنتواصل مع ناس بار تليفون، وكنشوف الواقع بعينيا. راني في ارض الهجره، في ارض الواقع. فهذا من جهه ثانيه، الناس كاع اللي كيدير لك التعليق بحال هكا، حيت انا الفيديو اللي درت قلت بان الطريق مزيره، الطريق ما كايناش، الطريق مسدوده هذه اليامات هذه، قلت بان كاين خطر، عطيت نصائح الناس باش يردوا البال، باش ما يتقلبوش، باش الى حصل في الطاكسي يبقى كيدير يرجع، الى حصل في الكامب وقال لي صيفط ليه باسبورو. فهي معقول، معلومات اللي ما فيها حتى شي عيب، ومعلومات عاديه ومعقوله، واي واحد في تركيا هنا يقدر يبحث حتى هو، ولو تكون في المغرب تقدر تبحث على المعلومات وتتفرج فيديوهات وتعرف الامور، او تكون عندك صديق تتواصل معاه سواء في صربيا ولا كذا، تقدر انت تحصل على هذه المعلومات وتبارطاجيها باش توصل الفائده. حاجه اخرى، ماشي ضروري انا ما مشيتش ولا ما درتش الرحله انني ما نكونش عارف او جاهل الطريق او ما عنديش معلومات عليها. فراح حتى هذاك اللي كيدير معلومات على المرسيدس اخر موديل وكيقول لك مرسيدس ها فيها كذا، فيها كاتريان فيتاس، كتمشى 8 ما عرفش شحال كيلومتر في الساعه، فيها كذا فيها كذا، وكيعطيك فيها الطوا وفيها كذا الى اخره. فماشي ضروري انه يكون كاسب المرسيدس او راكبها. واحد اخر اللي داير محتوى كيهضر فيه على الهجره ديال الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى يثرب، ولا هذا ماشي ضروري يكون من الصحابه او شارك معهم في الهجره، ولكن بحث وقرا لان المعلومات موجوده في يوتيوب، موجوده في جوجل، وموجوده على ارض الواقع في تركيا وفيما مشيتي موجوده المعلومه. فانا كنبارطاجي المعلومه، والتعليق ديالك ها منين يدوز وها منين يخرج ما كتهمنيش نهائيا. فخسرت عليك هاد جوج دقائق هذه من هذا الفيديو هذا، كنسمحوا لي المشاهدين الافاضل، سمحوا لي خسرت جوج دقائق على هذا البنادم هذا. فراه هاد النوع هادو هما اللي ما كيحملوكش اخويا، هادو ما كيبغوش الهجره تحبس، ما كيبغوش الناس تحبس، ما كيبغيوش هاد الطريق تخوى. عندهم هدف، يا كيحرقوا يا كيخرجوا يا كيخدم على الطريق هذه، يبغى الناس يجيو عنده، يبغى كذا. فملي كيشوف واحد كيقول لك حذاري راه هذه ما الطريق مزيره، كيدخل يبقى يخربق تما، يقول لك انت ما عارف والو، انت اللي عارف اخويا اللي باغي تصيفط عباد الله للتهلكه. ف بين قوسين، فالناس الطريق ملي كتكون مزيانه شحال من مره قلتها لكم، ملي كتكون خايبه شحال من مره قلتها لكم، ملي كيدوزوا الناس شحال من مره كنقولها لكم، ملي ما كيدوزوش الناس هذا ما عطل الله ما غاديش نجيب من راسي. جزيره الباربادوس الخوت بعد الاشهار او بعد فاصل باش نحيدوا هذا الستريس، تلاقاو بعد الفاصل. وفي سموني حبوا قاموا بالواجب عزوني، البعد لي جامي شافوك عيطوا لي بالكلمه وزوني، في جنسك بان هذوك اللي كانوا قراب ليك مع داوني، ركبتي سيف في الوقت وبابور. وفي سموني البربادوز باش ما تلفلكش، هاد الدوله هي باربا زايده فلاطوس، الباربا زيد لها لاطوس كتعطيك باربادوس. باربادوس الخوت هي جزيره تقع في جزر الأنتي الصغرى، تمتد هذه البلاد على طول 34 كيلومتر وبعرض 23 كيلومتر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 431 كيلومتر مربع، يعني صندوق ديال الوقيت مقارنة بدول أخرى. تقع الجزيرة في المنطقة الغربية من شمال المحيط الأطلسي على بعد 100 كيلومتر شرق جزر وين داوند، شرق جزر وين داوند والبحر الكاريبي، ومناخها استوائي. من اللي كنقولوا دائما مناخ استوائي، يعني في الشتاء كتكون 20 درجه وفي الصيف كتكون 30 درجه، يعني مناخ متوسط استوائي. عاصمتها هي بريدج تاون، والعمله الرسميه ديالها هي الدولار الباربادوسي. هذا الدولار الباربادوسي كيساوي 50% من الدولار الامريكي، يعني النص ديال الدولار الامريكي. يعني اللي كان حنا الدولار مثلا ساوي 10 دراهم، الدولار الباربادوسي غيكون ساوي 5 دراهم اكزاكتومون، بحال هكذا. دونك هي هذيك، دونك 50%. وتقع في قاره امريكا الشماليه، ركز لي على امريكا الشماليه حيت غادي نهضروا عليها في الاخر. تقع في قارة أمريكا الشمالية. الرئيسة ديال باربادوس ما عندهمش رئيس، عندهم واحد الرئيسة تيتيزا وزويونة سميتها ساندرا مايسون أو ماكسون، وهذه الدولة
يعني من 2021 خدات الاستقلال ديالها التام وما بقاتش تابعه للمستعمرات البريطانيه، كانت في الاول تابعه لبريطانيا. وصراحه ما عرفتش علاش فين ما كتلقى شي جزيره زوينه وفيها التيتيز وفيها الفلوس وفيها كذا كتلقاها دائما تابعه لبريطانيا وفرنسا. ومن هنا نفهموا بان فرنسا وبريطانيا ما كيحطوش عينيهم على اي جزيره كما كانت. وشوفوا المثال عندنا حنا، جزر جبل طارق وسبته ومليديه الى اخره، فين ما كانت شي بلاد لوز كيديوها، فهما دائما كيحطوا عليهم عين. فهما في 2021 بربادوس ولات دوله مستقله. ف تخيل معي هذا البربادوس كتحتل المرتبه 51 عالميا من حيث اغنى الدول في العالم، كتحتل المرتبه 51 عالميا، وتملك اقتصادا متنوعا ومتطورا، مستوى المعيشه عالي فيها لدرجه ان الدخل الشهري للفرد الواحد شهريا كيشد ما بين 2000 دولار و 4000 دولار، هذا المتوسط، 2 مليون حتى 4 مليون الواحد فاش كيتخلصوا في هذه الجزيره. اي يا سيدي، وفق احصائيات البنك الدولي الاخيره تصنف بربادوس في المرتبه 66 عالميا من حيث اعلى اقتصادات العالم دخلا في العالم. وسائل النقل في جزيره البربادوس، حيث هي غير جزيره فيها الطاكسيات وفيها الحافلات، وعندهم نسبه عنوسه مرتفعه، ما يعني انك ممكن تدبر لك على شي كفره او بيلانتيه في الدقيقه 90. الجنس الاكثر تما هو الجنس الاسمر والاسود هما الاكثر، لان اغلبيه الاصول البربادوس من افريقيا، وكذلك كاين اصول اوروبيه، كاين هذا التجانس هذا، وكاين البيض وكاين السود الى اخره. مي الجنس البشره تقريبا هي اللوين الشوكولاته بحالي بحال هكا هما اللي كثار، فلا بغيتي تدبر على شي شوكولاتيه هذيك هي البلايصه. جواز البربادوس يعتبر من اقوى الجوازات في العالم، وكيدخلك 163 دوله في العالم، ويدخلك حتى سوق راسك ما كاينش المشكل. يحتل الجواز البربادوسي الرتبه 24 عالميا، واقوى من جواز الكويت الصدمه، واقوى من جواز قطر الصدمه الثانيه، واقوى من جواز 85% من الدول الاوروبيه. هذا الجواز البربادوسي. اللغه الرسميه في بربادوس هي اللغه الانجليزيه، لذلك عزيزي المحزوق دائما كنقول لك قبل ما تهزك وتجمع الباليزه وتفكر في شي دوله اللي هي بلا فيزا وتودع امك العزيزه، تفكر ليا في اللغه. اللغه 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 هي الفريزه، هي اللي غتنفعك. اللغه الانجليزيه دائما اي واحد مقبل او كيفكر يدير هذا البروجي الهجره على مدى سنه او سنتين مقبلتين، يتعلم اللغه الانجليزيه ويتعلم الصنعه. دي شي ديبلوم تكوين مهم، نجار، خياط، صدور، حلاق، اي حاجه دي معاك الحرفه. الحرفه تغنيك اخويا، الحرفه خاصه الحرفه غتعرف القيمه ديالها ملي غتخرج خارج ارض المغرب، حتى في دول الخليج، في دول اوروبا، في دول امريكا، في ما مشيتي الحرفه غتنفعك بزاف بزاف. فاذا بغيتي تهاجر هاجر عامر، دي معاك الحرفه ودي معاك الانجليزيه، هي اللي ولات واكله في العالم. الديانه الرسميه ديال البربادوس 95% من البربادوسيين هم مسيحيين، كاينه واحد الاقليه ديال الهندوس المسلمين، ولكنهم ليسوا عنصريين. بربادوس ليسوا عنصريين، كيتعايشوا مع جميع الاديان وكيتعايشوا مع جميع الاجناس، ما عندهمش مشكل في اللغه او في الاختلاط او في اللون او في البشره او في العرق او في اي حاجه. الناس اللي هما عندهم درجه الوعي والثقافه عاليه بزاف وواعيين بزاف. الدول العربيه المعفيه من التاشيره ديال بربادوس، اسمع ليا مزيان وقلب على هذه المعلومه، الدول المعفيه من التاشيره يعني اللي كيمشيو لهذا بربادوس يدخلوا لها بلا تاشيره، الدول العربيه اقصد، كاين المغرب، موريتانيا، تونس، الامارات، الاردن، السعوديه، قطر، سلطنه عمان، والبحرين. الدول فقط عندهم الحق يمشيو لبربادوس بلا فيزا. الدول العربيه المعفيه الغير معفيه من التاشيره واللي مفروض عليهم الفيزا، كاين الجزائر، مصر، العراق، ليبيا، السودان، الكويت، اليمن، ولبنان. دونك حنا فهمنا دابا شكون اللي معفي من القضاء، شكون اللي كذا الى اخره. ف كاين طال الجنسيه ديال البربادوس، شحال هذا يسولني كيفاش نشد الجنسيه ديال البربادوس، كاين جوج طرق لا ثالث لهما باش تشد الجنسيه ديال البربادوس. الطريقه الاولى هو تبحث لك في البربادوس ملي توصل تما، تقلب لك على خدمه ودير عقد عمل، وهذا عقد عمل هذا خاص يكون فيه شرط اساسي انك تكون كتشد 4000 دولار 4000 مليون في الشهر، وهذا الراتب بالنسبه للبربادوس وحجم الاقتصاد اللي فيها والعاقه اللي دايره فيها راه حاجه عاديه بالنسبه لهم. تقدر تلقى خدمه ب 4000 دولار الا كانت عندك شي حرفه او شي صنعه او شي تخصص او كنتي واعي قاري فهمتيني شي بزاف ديال المسائل، تقدر توصل لهذا العقد ديال 4000. اذا درتي عقد ديال 4000 دولار كون على يقين غتشد الجنسيه، ولكن فوقاش تشد الجنسيه؟ على عام؟ لا. على عامين؟ لا. ثلاثه؟ لا. هذه الدوله ما عندهاش مع القوالب، كتبغي بنادم اللي يجي يسكن عندها ويدق الوتاد، ما يديرهاش قنطره وما يديرهاش طريق لاوروبا باش ما ياخذ الجنسيه ويخليهم تما. هما بغاو اللي يطلع معاهم الاقتصاد ويعاونهم ويسكن عندهم.
وكيشجعوا الزواج بالبربادوزيات، او كيشجعوا الزواج من النساء بالبربادوزيين، بغاو يخلطوا النسل وبغاو يطلعوا على الاقتصاد. قال لك اخويا جيبني معنا الاقتصاد الا باغي تريح معنا، دوك القوارب خليهم في المغرب. دونك الجنسيه فوقاش كيعطيوها لك حتى كتفوت 5 سنين، ما بين 5 سنين وسبع سنين غتاخذ الجنسيه ديال البربادوز، وديك الساعه تقدر تدخل كما قلنا 163 دوله في العالم اللي من بينها دول اوروبيه الى اخره. ولكن الا لقيتي انت الجو وارتاحيتي وخدمتي واستقريتي وخديتي لك شي بربادوزيه ولتي مع شي بربادوزيين، عيش لافين، عيش دبوشي اوروبا، راه كاين الناس اللي عايشين في الجزر. يا سلام. وصلنا السؤال دائما اللي كنوحلوا فيه، اللي هو كيفاش غنمشي لهذا البربادوز اخويا، كيفاش غنمشي؟ او نورنا، الله يجازيك بخير. يؤسفني عزيزي المحزوق كما هو حال الكثير من الجزر ان طريقه السفر الى البربادوز معقده ومعقده جدا. ما عندناش الفيزا، من بعد اش غنديروا؟ اش غنديروا الدير ديال الله اخويا؟ مشكله. فاذا بغيتي تمشي للبربادوز الاغلبيه ديال الله يفولو، دخل قلب عليهم، وانا قلبت عليهم البارح حتى عييت، دخل قلب عليهم. الا بغيتي تمشي للبربادوز عندك مشكل كبير صديقي المحزوق. شنو هو المشكل؟ ان ما كاينش رحله مباشره، وما كاينش حتى رحله على شي دوله عربيه اللي قريبه اللي تمشي منها رحله مباشره. جميع الرحلات من المغرب تمر على لندن، لشبونة، فرنسا، مطار تورينو، والاغلبيه كاينين في لندن. هاد لي سكالات كاملين اللي غادي دير غادي تحتاج الفيزا ديال لي سكال. فيزا ديال سكال طاليان ما تعطيهاكش، اسبانيا ما تعطيهاكش، فرنسا، البرتغال ما تعطيهاكش، لندن نسى. فشنو هو الحل؟ تفكرتوا في الاول فاش قلت لكم امريكا الشماليه، نرجعوا ليها، قلنا بانها تقع في قارة أمريكا الشمالية. الحل أخي المحزوق هو أنك تمشي لاتينوس، سير البرازيل، سير من تما حتى توصل لقارة أمريكا الشمالية، حتى تقرب لهاد البربادوس، شي دولة اللي ما كتعطي اللي ما فيهاش الفيزا على المغرب، ما كتطبقش الفيزا على المغاربة. ملي غتقرب لتما غتلقى رحلات مباشرة من تما، من دولة ما فيهاش الفيزا على المغاربة إلى دولة البربادوس اللي ما كتفرش الفيزا على المغاربة، وهذه هي الطريقة الوحيدة باش توصل. وإلا بغيتي توصل بهذه الطريقة فهي مكلفة ماديا. فهنا أخي خص تكون مستعد أنك تخسر شوية ديال الفلوس وتخسر شوية ديال العناء، وخاص تكون عندك الإنجليزية بطبيعة الحال. فهاد الحل ديال الناس اللي عندهم شي شويه الاعاقه وعندهم اللغه وبغاو يجربوا الثقافه البربادوزيه وبغيت تبربز مع راسو، بغيتي تبربز، الحل سير قلب لك على الفول، قلب غير على الفول، قلب غير على الفول اللي ما كيدوش على اسكال اللي الدوله اللي مفرضاش عليك الفيزا، راك غتوصل لهاد البربادوز. ولا وصلتي لها غير رحبوا بك، لان ما فرضاش الفيزا على المغاربه، غيقول لك دخل وغتدخل. وديك الساعه قلب على الوسائل القانونيه اللي هضرنا معايا، اما الزواج يا اما خدمه، والله يسهل على جميع الخوت. كي جاتكم هاد البربادوز زايده في لادوز؟ في سموني حبو قامو بالواجب عزوني، البعد لي جامي شافوك عيطولي بالكلمة وزوني، في جنسك بانا دوك لي كانو قراب ليك معداوني، ربتي سيف الوقت وبابوري. في سموني حبو قامو بالواجب عزوني، البعد لي جامي شافوك عيطولي بالكلمة.